يسعد اوقاتكم. امبارح نهار كان كثير صعب على لبنان، بيروت، ضاحية بيروت. وبيني وبينكم هذه نفس احكي من بعد اللي صار، اكيد الكل بيعرف اللي صار. الله يرحم كل شهيد. وانا برايي هيدي سياسي اكبر منا ومنكم، يعني ما بدنا نفوت فيها. كل واحد يلتزم بحاله بعائلته ببيته، الله يمر هالشدة على خير وتنتهي هالأزمة. لأنه سفك الدماء هيك لناس عزة، الأطفال، أولاد، نسوان، حرام. عن جد ما في نفس الواحد يحكي زدونة، ما عاد في نفس واحد يستمر بشيء. بس لازم واحد يكون عنده إيمان والله يرحم الشهداء من جديد، وما تنجروا للطرف الرابع والخامس. كثير أشخاص هلا رح يطلعوا رح يبلشوا شماتة في بعض المناطق بجبال وطرابلس، وبعرف المناطق عم يضيفوا بقلاوة، عم يضيفوا حلو. بغض النظر عن الشخصية اللي استشهدت، بس خلص إنسان صار عند ربه مين ما كان يكون، ما لنا بالحق إنه نجيب سيرته. فبدكم تنتبهوا من يعني الواحد بده يكون عنده وعي وثقافة زايدة، يقدر يتدارك الأمور، يقدر يستوعب شو عم يصير. بس هيك انتبهوا لحالكم، مثل كل يوم بقول لكم، اليوم يمكن عم بحكيكم